أعزائي الطلبة، نرحب بكم اليوم في مختبر القوة والضغط العالي لطلبة المرحلة الرابعة فرع الهندسة الكهربائية قسم الهندسة الكهربائية. اليوم تجربتنا تتضمن starting up the power station simulator. هنا هاي تجربة شلون نشغل كمحطة، نريد نشغلها. أنت كمهندس مثلا اشتغلت كمهندس، يعني عملت كمهندس مناوب او في مركز السيطرة الوطنية، لازم انت عندك معلومات تعرف عن المحطة، مين تبدي تشتغل، كيف تبدي تشتغل بالبداية، شلون ابدي اشغلها الى ان اربطها بالشبكة الوطنية. طبعا مرحلة من تبدي الاشتغال المحطة لحد ما تربط بالشبكة الوطنية تمر اكثر من مرحلة. احنا هنا الباور سيستم، يعني اذا نريد الاجزاء الرئيسية عندنا، انه يتكون من توليد، خطوط نقل، توزيع. احنا حناخذ هسه محطات التوليد. اذا فرضنا انه عندنا محطة بخارية، عرفنا احنا المحطة البخارية الاجزاء الرئيسية مالتها البويلر، التوربين، الجنريتر. هاي الاجزاء الرئيسية انا لازم اشغل البويلر، بعدين اشغل التوربين، بعدين اشغل الجنريتر على مود يولد فولتي. فهاي المحطة قبالنا محاكات، أنا أريد أبدي بتشغيلتها بالبداية. شلون أبدي أشغل المحطة؟ طبعا هنا هو نظام تعليمي، بس هو نفس المبدأ الموجود بالمحطات، طبعا بغض النظر عن الشكل والاختلاف، لأن كل شركة لها اختلافاتها، بس الأجزاء والكمبونت مالتها هي نفسها، الأجزاء الرئيسية تبقى هي نفسها. احنا إذا نريد نشغل، إذا نريد نشغلها، شلون أشغلها؟ أول ما أبدي، أنا قلنا نشغل البويلر. أوكي؟ البويلر يحول الماء إلى هواء محمص جاف، على مود شنو يفر؟ التوربين. شلون أبدي؟ أنا أبدي أمنه أشغل هذا أشغل التوربين. طبعًا التوربين شنو مربوط ويا الجنريتر؟ هذا مربوط ويا الجنريتر. إحنا هنا بالمختبر، إحنا هنا بالمختبر، شنو عندنا؟ عندنا موتور، عندنا جنريتر. انا من ما معقول هنا اقدر اجيب انه هنا انا حجيب توربين جنريتر، عندي موتور جنريتر، فاني احتاج برايم موفر على مود يفر الجنريتر، فاني شو استخدمت؟ موتور. فاذا هسه انا اول ما بديت باعتبار شغلت التوربين، قلنا اللي احنا هنا هو خالينا موتور، شو اسوي؟ انطي سرعه. هاي شوفه، انطي سرعه، السرعة أوصلها 1500. أوكي، انطيت سرعة. هسه إذن بالبداية سويت، شغلت، انطيت سرعة، اشتغل الماطور. طبعا الماطور مرتبط ويا من؟ مرتبط ويا الجنريتر عن طريق الشبكة. هسه الجنريتر هو افتر الوتر مالته، بس أنا نعرف إحنا الجنريتر المستخدم بالمحطات هو من النوع المتزامن، فإذن شي يحتاج الى اكسايتيشن دي سي. شلون انطي من هنا؟ انطي هذا الاكسايتيشن، هاي ادوسه اكسايتيشن بار، انطي اكسايتيشن. شو اسوي؟ شوف ولد فولتيه. شنو صار عندي؟ هسه الجنريتر ولد فولتيه. طبعا احنا هنا قلنا التجارب مالتنا مختبريه، شنطه انطى فولتيه 220، بس بالاصل بالمحطات البخاريه الجنريتر مالتنا من يشتغل تقريبا يوصل الى 11.5 كيلو فولت. يعني احنا ما نقدر نصعد بالفولتيه، ان احنا الريفرنس بالعراق كفولتيات يبدي عندنا ضغط عالي، الضغط الفائق هو 400 كيلو فولت، الضغط العالي 132 كيلو فولت، بعدين 33 كيلو فولت، بعدين 11 كيلو فولت، وبعدين توصل للمحولات. فاحنا اذا كمحطه يعطينا هسه الجنريتر 11.5 كيلو فولت، باعتبار شوف هسه هنا سنجل فيز كمختبريا معطينا هو 220. أنا هسه شغلت الجنريتر، هذه يسموها يونت. هسه هذا الجزء، هذا الجزء شو يسموه؟ هذا الجزء كله، هذا الجزء يسمونه يونت. شو نقصد باليونت؟ اليونت عبارة عن توربين، بويلر، جنريتر، هذا يسمونه يونت. إذن بالمحطة أكو أكثر من جنريتر تلقاه، أكو يعني هذا شنو؟ أكو أكثر من يونت، لأن إحنا كل واحدة تولد في قدر معين من الميجاوات، انا ما اقدر انه استخدم بس جنريتر واحد. فش اسوي؟ اخلي اكثر من وحده بالمحطه، الوحده تشمل توربين، بويلر، جنريتر. طبعا هذا اللي يخص
هذا اللي يخص اللي المحطات البخاريه. هسه انا شنو ولدت فوتيه، اريد اربطها لمن؟ اريد اربطها للباسبور، لان المحطه كاجزاء رئيسيه مالتها تتكون محطات من اجزاء رئيسيه المحوله، هاي المحوله. ليش اخلي محوله على مود ترفع الفولتيه؟ لان انا يستخدمون محولات رافعه ترفع الفولتيه تقل التيار. فاذا اني من انطت جنريتر هسه حولت فولتيه، صار عندنا خط 132 كيلو فولت، اوكي؟ اريد اربطه للباسبار. هذا الباسبار عندنا باسبار اي وباسبار بي، كل محطه لها باسبارات اثنين. ليش؟ حتى خاف اكو واحد إسا عنده مشكلة أحول للثاني، يعني واحد صيانة واحد شغال. يعني شباب هذا الخط الواحد ترى هو عبارة عن 3 فيز، بس هنا تمثيل سنجل لاين دايجرام، يعني كل خط هو عبارة عن 3 فيز، ثلاثة عندنا. فلازم أنا شو أسوي؟ أشغل هذا الأوسيليتر العازب بالبداية، بعدين يلا أشغل السيركت بريكر. هسه نرجع ليش أشغل هذا الأوسيليتر بالبداية؟ هذا الأوسيليتر يشتغل عد ماكو فولتيه، ماكو مرور تيار، لان هذا ما يتحمل سبارك عالي، تصميمه ما يتحمل. يعني انت هسه لو تلاحظ اي جوزه ثلاثيه مثلا 3 فيز وعليها احمال، نزلها شوف السبارك اللي يصير بها. فكيف اذا تتعامل ويا فولتيات عاليه؟ فهذا ينهرش، يعني يتدمر. فاحنا شو نخلي؟ نشغل بعدين يلا اشغل السيركت بريكر. هنا السيركت بريكر شوف انا متعمد ما شغلته، ليش؟ لان لازم اسوي تزامن. شنو قصدنا بالتزامن قبل شويه؟ التزامن انه هاي اليونت دا اربطها ويا اكثر من يونت على الباسبار. يعني هذا الباسبار مجمع وهذا الباسبار هسه المجمع عندي اكو اكثر من يونت عليه، يونت قلنا بويلر تربين جنريتر، بويلر تربين جنريتر. فذن شلون اربطها سويا على الباسبار؟ لازم اسوي التزامن. طبعا التزامن من ادوس هنا يسوي سانكونايزنج، شوف اشتغل، شوف شلون اشتغل، كان بالبدايه ما يشتغل. بنفس الشيء عندكم بالملزمه شروط التزامن، اكو تجربه احنا كنا كان المفروض ناخذها سانكونايزنج تو 3 فيس سبلاي. شوف شو يقول لك، لازم ذا فولتج اوف ذا بوث سبلاي لازم ذا ايكول اوف ماجنتيود، مساويين بالقيمه، لازم التردد بيناتهم نفس التردد، لازم زيرو فيسنج بيناتهم بتوين اثنين، اوكي؟ فهذني النقاط لازم يطبقن انه نفس قيمه الماجنتيود، نفس السيكونس التتابع مالتنا، فيس سيكونس نفسه ار اس تي، يعني لازم هم ار اس تي. الفيس شيفت بيناتهم فيس زيرو فيس انجل لازم تكون صفر فيس انجل، ونفس الفريكونسي قلناها، ونفس السيكونس ونفس قيمه الماجنتيود. فتلقوها نقاطها هذني على مود اضمن انه يحصل التزامن، لازم تتوفر عندي هاي النقاط يلا يحصل التزامن. بس انا ارجع، هسه انا انطيت الباس بار، هذا الباس بار انطيت بيه. اجي هذا الجزء الاخر لاين 1 ولاين 2. هذا الجزء شنو؟ هذا يربط ويا الشبكه. هسه انا خلصت محطه ولدت فولتيه، ربطت بالباس بار، من الباس بار هسه يرتبط ويا الشبكه الوطنيه عن طريق لاينين، اكو لاين 1 ولاين 2، هي لاينين، هذا يرتبط للشبكة وهذا جزء. يعني إذا عندها فد معمل قريب أو عندها تغذي مجمع سكني قريب إلها نقدر استفاد من عنده. فش أسوي هسه أني؟ أشغل، بما أنه أني شغلت الأي، شوف هسه أني دا أشتغل على الباص بار أي. إذا من أربط الشبكة الوطنية من الباص بار للشبكة الوطنية شربط بالباص بار أي، هم نفس الحالة أشغل، لازم ارجع اسوي تزامن، يلا اربط السيركت بريكر، يلا يربط بالشبكه الوطنيه. فشباب انتبهتوا هسه؟ يعني انا لازم بالبدايه اشغل التوليد، الجنريتر يحتاج الى اكسايتيشن، انطيته اكسايتيشن، انطى فولتيه، يعني شلون هو التزامن يحتاج الى اكسايتيشن للروتر مالته دي سي على مود يولد فولتيه، ولد فولتيه، اوكي؟ هذا ربطت للباص بار. قبل لا اربط بالباص بار طبعا اكو حمايه على كل جزء بالشبكه الوطنيه، اكو حمايه، اكو حمايه على الجنريتر، واكو حمايه على المحوله، واكو حمايه على الباص بار، هذني حتى خاف تسبب مشكله. طبعا هاي تاخذوها بالبروتكشن،
الغليات وانواعها، وكل واحد له يتحسس جزء معين حسب التطبيق وحسب الموقع مالته حسب الزون مالته. فكل واحد له قراءه يعني تحسس، اذا تجاوز اكثر من السيتنج مالته يعني يصير اكو الارم فيدز اعاز لمن للسيركت بريكر، السيركت بريكر هو يفصل. فالغلي اللي موجود طبعا شوف هسه هاي هذا اجزاء الحمايه الموجوده هذا الجزء، هذني كلها عباره عن غليات، هذني كلها عباره هذني كلها يتحسس الحمايه، حمايه للجنريتر، حمايه على المحوله، حمايه على الباسبار، اي مكان يصير بفولت معين على مود يفصل. فاذا انا شغلت التوربين باعتبار هو هنا الماتور، انطيته سرعه، افتر الجنريتر، انطيته اكسايتيشن ولد فولتيه، اجي اربط هسه انا ويا الباسبار، لازم هنا الحمايات عندي اسوليتر وعندي السيركت بريكر. شنو الفرق بيناتهم؟ هذا قلنا هذا يستخدم لاغراض الصيانه العزل، حتى شنو هذا؟ هذا في حاله انه اطفي او اربط الخط حتى بالصيانه اقدر اطفي، لازم هذا ما اقدر اعزله وهو شغال، لازم فرق الفولتيه هنا تكون صفر، يلا انا ابدي اطفي به واشغل به، ما اقدر اكو فولتيه يتدمر هذا ينهار. بعكس السيركت بريكر، السيركت بريكر هو قابليه على اخماد الشراره، ليش؟ لان التصنيع مالته حسب انواعه، لان اكو يخمد الشراره عن طريق يكون الاس اف 6 الغاز الاف اس 6 والفاكيوم المفرغ من الهواء او السائل، هاي لها قابليه على انه تمتص الشراره فما تسبب مشكله، فليفصل هو الاساسي هو السيركت بريكر. فاذا انا اشغل الاسوليتر بعدين السيركت بريكر اشغله، ربطت بالباس بار، كنا لازم اسوي تزامن، ليش اسوي تزامن؟ لان انا رابط اكثر من يونت اكو هنا على الباس بار، لان هنا اكو نفسي اكو يونت ثاني بيمه، فلازم اسويه تزامن يلا اربط على الباس بار. نفس الحاله من ربطت الباس بار ايدي ابدي اجهز للشبكه الوطنيه اشغل الاسوليتر.